خليني اقول لكم الوصفه بتاعتنا هي مزيل ميك اب طبيعي. مزيل ميك اب طبيعي متكونه من ايه؟ من 3 معالق كبيره زيت زيتون، 2 معلقه كبيره زيت لوز، واللوز اسمه لوز حلو. عندنا نوعين من الزيت، سويت الموند اويل وبيتر الموند اويل، بس احنا هنستخدم زيت اللوز الحلو. وعندنا معلقه كبيره من زيت الخروع. هعمل لكم بقى الوصفه سريعا كده. انا دلوقتي هجيب زيت الزيتون اول حاجه، و3 معالق كبيره انا هستخدم دلوقتي. طيب انا واضح ان انا كده جبت ميه الورق. لا مفيش مشكله، هو ده فيه زيت خروع. اوكي، هحط عليه 3 معالق زيت زيتون. ودايما اما بنيجي نعمل اي وصفه في حياتنا، النصيحه الابديه ان كل ما احط حاجه لازم اقلب، ما ينفعش احط كله على بعضه وفي الاخر اقلب، ده مش صح. احط حاجه اقلب كويس جدا، والعبره بالتقليب، لانه ده اللي بيدخل لي كل الانجريدينتس في بعض، او كل المواد الطبيعيه كلها في بعض. بعد ما اعمل كده هقوم جايب زيت اللوز الحلو. ادي زيت اللوز الحلو، مقدار معلقتين، وايه تاني، وهقلب. يبقى زيت اللوز الحلو مع زيت الزيتون مع زيت الخروع. زيت الخروع بيبقى تقيل شويه، بيبقى عامل زي الجلف، علشان كده ما ينفعش الناس تحطه لوحده، واللي بيحطوه على الحواجب والرموش عشان يتقل طبعا هو كويس جدا، بس برضه ما ينفعش احطه لوحده. ادي ده الشكل بتاع مزيل الميك اب. طيب احنا عندنا نوعين من الميك اب ريموفر، عندنا اي ميك اب ريموفر اللي هو بيشيل تحت العين، وعندنا الفيشل ميك اب ريموفر او اللي بيشيل الوش. اللي بيشيل تحت العين بيشيل الوش كله، انما اللي بيشيل الوش كله ما بيشيلش تحت العين. طب ده بيشيل ايه؟ بيشيل اللي تحت العين، فبالتالي بيشيل الوش كله.